العشرة يا أهلي حلم كل أهلاوي أكيد يعني. فأنت شايف مشوارنا لحد دلوقتي عامل إزاي، وهل تقدر توعد الجمهور إن شاء الله العشرة يا أهلي السنة دي؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله البطولة العاشرة في أفريقيا إن شاء الله تكون من نصيبنا. أكيد بوعد جماهير الأهلي بإذن الله إن الفريق كله يعمل أقصى مجهود عنده. دايما لعيبة الأهلي، شخصية الأهلي دايما بتبان في البطولات الكبيرة والماتشات الكبيرة. ماشيين خطوة خطوة، ماشيين بشكل كويس جدا في بطولة أفريقيا، فالبطولات الأفريقية إحنا ماشيين فيها بشكل كويس، ودي بطولات كبيرة ودايما شخصية الأهلي بتبان في الماتشات الكبيرة دي يعني. فإن شاء الله ربنا يكرمنا وناخد العاشرة بإذن الله إن شاء الله. أنت قلت في بداية كلامك أنك أنت علاقتك بأهلك قوية جدا وقريب منهم جدا وبتعمل كل حاجة عشان ترضيهم. دور الأهل عامة يعني، بس قبل بس ما أعرف دورهم أنا عايز أعرف يعني الأسرة كده متكونة من مين؟ أنا عندي والدي ووالدتي، وعندي أخ وأخت حبيبة عاشور. أصغر ولا أكبر ولا إيه؟ عاشور الكبير مواليد 98، وحبيبة الصغيرة مواليد 2006. دورهم عامة في مشوارك وباباك ومامتك يعني على وجه الخصوص كانوا بيعارضوا فكرة إنك أنت تركز في الكورة؟ دايما بيبقى فيه الخناقة دي في بيت أي حد بيحب الكورة، لا ركز في دراستك وبعد كده الكورة تيجي بعدين. فكانت الخناقة دي موجودة ودورهم إيه في مشوارك لحد دلوقتي؟ لا ما كانتش موجودة خالص بصراحة، لأن إحنا عيلة كروية شوية. فانا من صغري في الدراسه انا كنت حاطط بصراحه كل تركيزي في الكوره، وحتى والدي كان مساعدني في الحته دي والدتي. فلا الخناقه دي ما كانتش موجوده عندنا، ودي كانت مساعداني يعني، مساعداني ان انا مركز في حاجه واحده. انا ما اعرفش اي حاجه في الدنيا غير الكوره لحد دلوقتي يعني، انا ماليش في اي حاجه غير الكوره، الملعب والبيت، الملعب والبيت. فبس ده كان اليوم ليه تاثير ايجابي عليا، ان انا كان كل حاجه تركيزي كلها في الكوره بس. واهلي من اسباب الايجابيه، ان انا دايما بفكر بشكل كويس، دايما عقليتي مختلفه. فانا بشكر ربنا ان كرمني بوالد والده واخوات زي دي، لان فعلا انا بحس ان دايما عقليتي مختلفه عن ناس كتير، وده مساعدني هنا كتير جدا يعني. فالحمد لله يعني ربنا يخليهم ليا.